لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. هيا خالتي قولي بقى، هيا يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للأسف يا جماعة، معانا النهاردة خبر محزن جدا ومؤسف. ظهرت اليوم الفنانة الجزائرية بهية رشدي وهي في فرنسا بسبب إصابتها بمرض السرطان. ذهبت لتعالج هناك بعد طلب من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ولكن اليوم ظهرت وقطعت قلوب الجزائريين وقالت خلاص لما عرفت اني مصابة بالسرطان زعلت في البداية، وبعد كده اخدت الموضوع عادي خالص كأني شفيت من المرض ومبقيش حد بيسأل عليا ولا بتدعولي. ما كنتش متخيلة انكم تنسوني بالسرعة دي، ياريت كل اللي بيحبني من قلبه يدعيلي بالشفاء العاجل فقط، لان انا محتاجة الدعاء في الوقت اللي انا فيه دلوقتي. وانا زعلانة جدا من الشعب الجزائري لانه في اول يوم لاعلاني باصابتي بمرض السرطان الملايين دعوا لي بالشفاء، ولكن الان موضوعي انتهى رغم اني لم اشفى من هذا المرض الخبيث اللعين. وربنا يشفي كل مريض وبالاخص مرضى السرطان، لان انا بقيت منهم وحسيت بيهم فعلا وعرفت انهم بيتعبوا قد ايه من المرض ده. واشكر كل اخ واخت دعوا لي بالشفاء العاجل، وربنا يطول بعمركم جميعا وما يحرمنيش من الناس الطيبة اللي بتدعي لي. وشكرا لكل من دعا لي بالشفاء مرة اخرى، لاني افرح جدا وانا امسك هاتفي وابحث عن اسمي وانا في المستشفى واشوف محبة الجزائريين ليا وهم بيدعوا لي وخايفين علي. علشان كده بقول لكم شكرا من القلب. زي ما سمعنا يا جماعة، ده كان اول تعليق من الفنانة الجزائرية بهية رشدي وهي داخل المستشفى وطلبت منكم الدعاء. ربنا يشفيها يا رب، ومش هنخسر حاجة يا جماعة. لو كتبنا ربنا يشفيها ويطول في عمرها لعل دعوتكم تستجاب. وكان من بين من وقف على حالة رشدي في مرقدها بالمستشفى هي الفنانة فاطمة الزهراء علاهم وسهيلة معلم وسحل بخالفة ولطف سلامة ورئيس المجلس الشعبي لبلدية سيدي محمد. وقرر الرئيس تبون التكفل بالوضع الصحي للفنانة بهية رشدي ونقلها إلى الخارج لمتابعة العلاج بعدما أعلنت مؤخرا عن إصابتها بالسرطان، وأكدت إنها مش هتتعالج خارج الجزائر وإنها هتتعالج في الجزائر ومفيش فرق بين الجزائر وخارجها. ولكن الرئيس تبون أصر عليها وقال لها إنها تتعالج في الخارج علشان تضمن صحتها أكتر. Vous attendrez très bientôt. Oui, moi je vous souhaite que vous êtes une grande dame. On a envie de garder encore plus longtemps. Il y a une jeune qui joue, il y a des passagers. Et hier, il y avait un de 70 ans. Il a des morceaux incroyables. C'était un... On a besoin de toi. هيا خالتي قولي بقى، هيا يا جماعة. بونجور حبايبي، جيسبيغ كو فوز الي بيان. دركا جست للمطار اليوم، طاطا بهية رشدي رايحه لفرنسا، ان شاء الله توصل بخير وعلى خير، تروح باش تداوي. كيما على بالكم بلي ديغنيامون اصيبت بال كي نهدر صوتي يروح، ديغنيامون جانا الخبر بلي كان اصيبت بالمرض الخبيث. ومن بعد يا اخي بعثت لها السيد رئيس الجمهوريه،
قالها باللي نديروك لا بريزون شارج وتروحي داوي اون فرانس كيما داروا لسويلح. الحمد لله تمتم يعني قاموا بها مع وزارة الثقافة وكلش، واليوم سي لو برومي ديبار تاعها باش تروح ديجا دير لي زاناليز، دير الاسمو ديالها، دير كلش. دوك رحنا ليها المطار، رحنا كيما يقولوا ما نقولوش ودعنا، رحنا بقيناها على خير. طاطا هي كيما الناس كاع يعرفوها، سوريونت كوراجوز شابه، ربي عطيها واحد القلب، واحد هذيك الطيبه تاع قلبها تبان هكا في وجهها. الحمد لله كي شتها بيا انا كان عندي الكوراج. انا النهار الاول اللي سمعت على بالي بلي المؤمن مصاب، وعلى بالي بلي ربي كيحب عبده يبتليه، وربي يتفكر البنادم، ربي يتفكر العبد ديالو، يتفكروا بالمرض، يتفكروا بكاش ابتلاء، يتفكروا باش يشوف هذاك العبد يعني قوة التحمل ديالو ولا الصبر ديالو ولا امتحان. كيما كنا نجوزوا امتحانات كي كنا صغار في المسيد ولا كيما الباك، هذا تاني امتحان. على بالي باللي تخرج منه سالمة معافات. انا كفنانة جو غوميرسي رئيس الجمهورية اي جو غوميرسي وزارة الثقافة. وهذه هي كاين انسان ثاني كو جو دو ريميرسي، هو مسيو عبد الرحمن خوجه، يخدم ثاني في وزارة الثقافه، هو اللي رحتو لطمع صالح لفرنسا، هو اللي مدلنا لي نوفال، هو اللي هو دا ثاني اليوم جا، هو اللي عيط لي قال لي بلي رايحه اليوم. انا باسكو ملي مرضت هضرت معها نهار تلاقيت بها في الوزاره، بصح دي فانقول لي دارت لا شيميو راهي تعبانه، دي فانقول انا من الناس اللي انسان كيكون تعبان ما نحبش نضغط عليه، ما نحبش نضغط عليه، نحبو دايما نحسو آلاز، نحب نسمع عليه غير اخبار الخير، ما نحبش نحسو بلي راني يعني خايفه هكا عليه. باسكو على بالي بلي حنايا قوتنا في الناس، قوتنا في لونطوراج ديالنا. دونك هذاك الانسان الا بينت له بلي راك خايف وتعيط بزاف وهذيك بالك هو وتعبان تزيد عليه، بالك شي فالو ستريسي. دونك ندعي لها في قلبي، نسقسي عليها كي توالي نعيط لها هكاك في التليفون زوج دقائق برك، ما على بالي بلي تشوي غا ميو، وعلى بالي هكاك. دونك هو اللي عيط لي وقال لي بلي راهي رايحه. جو لو ريميرسي انفينيمون مسيو خوجه، ان شاء الله ربي يشلك في ولادك. وكيما قلت لك مقبل، انت صديق الفنانين وانت حبيب الفنانين وانت خونا الكبير، ان شاء الله نتلاقاو بك غير في الخير. وهذه هي ان شاء الله كيما صالح راهو يولي لنا دو ميو زون ميو. طاطا هي كيف كيف وكاع المرضى، ان شاء الله كل انسان يعني شوفوا من اللي يشتكي من هكا نغزه صغيره للي يشتكي من مرض اللي باسكو ديروا في بالكم قد ما يكون المرض خبيث وقد ما يكون المرض خطير، ربي كيما مدهولك في رمشه عين يقدر يداويك منه، وربي مدهولك باسكو يحبك. فوالا دونك دعواتكم لطاطا بهية، دعواتكم لسويلح يزيد يكمل يرتاح. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.